السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نور الدين من حمل الهند وكثرة. اليوم راح نشرح عن طريق التسجيل على جمع التسجيل. نروح على روابط الشهادات المقبولة. رابط التسجيل اضغط هنا. باشاور وياب. نجي لتحت. اضغط هون. صفحة المعلومات الشخصية. أول شيء البريد الإلكتروني، الدولة، رقم جواز السفر، رقم الإقامة، الاسم، الكنية، الجنس ذكر أو أنثى، تاريخ الميلاد، مدينة الميلاد، دولة الميلاد، اسم الأم، اسم الأب، اللغة الأم، مكان الإقامة، طبعا هون رقم الهاتف، اختيار الرغبات، طبعا حقنا نختار 3 رغبات، معلومات المدرسة الثانوي، اسم المدرسة، مدينة المدرسة الثانوي، دورة المدرسة الثانوي، تاريخ التخرج من المدرسة الثانوي، نظام العلامات المدرسة الثانوي، معدل المدرسة الثانوي. هون علامة اليوس، فينا نتركها فاضي لأن اليوس مو إجباري. هلا هون نضيف الملفات، جواز السفر. طبعا الملفات بتصير بي دي اف او صورة عادية، صورة شخصية، الشهادة الثانوية، كشف العلامات، شهادة اليوس، شهادة لغة تركية. طبعا ما اجباري، هون 3 ما اجباريات، شهادة لغة تركية وشهادة لغة انجليزية وشهادة لغة عربية. نبحث عن المربع هون، كود التحقق، ها طبعا هيك بيكون التسجيل تم وبنجاح. توفيق لجميع الطلاب ان شاء الله.